السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي منوعة مرسي. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد انا بعمله في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض تخليل الفسيخ. كتير مننا بيحب الفسيخ جدا، انا عن نفسي بموت فيه يعني، في مش بيحبه يعني، هي اذواق بصراحة. بس هنعمله النهاردة بطريقة حلوة. انا بصراحة بعمله بطريقتين، هجرب معاكم دي طريقة الاولانية وبعدين هعمل لكم بعد كده مرة طريقة برضو تانية. انا عندي انا بجيب الفسيخ اللي انتوا شايفين كده، شايفين الخياشيم طازة، بجيبه كله طازة ومش بايت ولا حاجة، وبعدين بيكون كبير تمام. بجيبه بعدين بغسله تحت الحنفية من الخياشيم، بنضفه كويس جدا، بخلي المية شغالة على الخياشيم وبنزل كل اللي في الخياشيم كلها من اي حاجة فيه تمام. وبعدين بحطه في مصفى على راسه كده من تحت وديله من فوق، يصفى براحته ينزل اي بقايا بقى من الدم او اي حاجة خلاص. بعد كده بسيبه حوالي ساعة او اكتر، وبعدين بنشفه زي ما انتوا شايفين كده باي قطعة قماش نظيفة. بياخد بقى اي حاجة فيه مبلولة من جوه كده زي ما انتوا شايفين كده في الخياشيم، بدخل القماشة معايا، بنشف اي مية بشوفها، شايفين لسه فيها دم اهي، طبعا بنشف كل ده وبنشفه كله، مش بخليه فيه مية خالص عشان خاطر يطلع معايا كويس جدا. تخليله بسيط جدا مفيهوش اي صعوبة، بس لازم نلتزم بغسيله كويس قوي اول ما نجيبه، وبعدين لازم نجيبه كبير، ما نجيبش الفسيخ او السمك صغير عشان نلاقي فيه لحم ويطلع كمان طري معانا زبدة زي ما بيقولوا. هنا انا خلاص هنا شفتها كويس قوي بالشكل ده، انتوا شايفين كده اهي، وايدي نظيفة مش مبلولة ولا حاجة خلاص. انا هعمل كل الكمية كده، هنشفها زي ما انتوا شفتوا معايا السمكة دي خلاص. انا كده بعمل لها شايفين يعني، انا بحاول اعمل لها تينا مساج برضو بعد ما بخلص السمكة، بنشفها بتك على الديل شايفين عشان اخلي اللحم يطلع من جوه، عشان لما اجي بحط الملح واخلله وبعد ما يستوي تلاقيه من جوه زي الزبدة. شايفين بتك ازاي؟ تكي بالراحة بس كده على الظهر، بسيط كده جامد كده شوية يعني، ايوة من هنا كده زي ما انتوا شايفين بتك كده على الظهر، يعني اسمها يعني بخلي اللحم يطلع من السلسلة نفسها بالظبط كده زي ما انتوا شايفين، بحيث لما بيستوى يبقى معايا زي الزبدة من جوه، وفاصل السلسلة بتبقى فاصلة عنه. شايفين طريقة ازاي معايا؟ اهم حاجة يكون السمك يكون طازة. انا طبعا هعمل كل السمك بالشكل انتوا شايفينه ده، هعمل له مساج بالطريقة دي كده برضو، وهنرجع كلنا تاني مع بعض نشوف هنعمله ازاي. شايفين انا عملته هنا كده كله اهو، شايفين طري ازاي؟ انا عملت الكمية كلها كده بالطريقة دي، السمكة معايا طرية جدا، شايفين طرية ازاي؟ عشان خاطر يطلع معايا طري جدا، لو انا ما عملتش الحركة دي هيطلع معايا الديل ناشف. يلا نكمل شوف هنعمله ازاي. عندي هنا ملح خشن، عايزة تعملي ملح عادي اعملي مفيش مشكلة، انا بعمل بالاتنين الموجود عندك، اعملي ملح عادي اعملي ملح خشن. عندي ورق لوري، وعندي معلقة من الكركم، بالشكل ده كده. ده المكونات بتاعتنا بسيطة جدا، يبقى ملح ورق لوري وكركم، حبة تحطي كركم مش حبة يعني براحتك، بس برضو كويس مش وحش، بيدي لون كويس جدا للسمك. انا طبعا هنا بمسك الورق اللوري كله بكسره بالطريقة دي عشان خاطر هدمجه كله مع الملح مع الكركم، هقلبه كله مع بعض. طيب هتسألوني ليه بحط ورق لوري؟ هقول لكم عشان ده مادة حافظة، حتى لما تيجي نعمل مخلل ولا حاجة احنا بنحطه برضو يعني ورقتين تلاتة كده عشان خاطر مادة حافظة. انا بقلب كل الخليط ده مع بعضه بالشكل ده كده عشان كله يندمج مع بعضه اهو، وهبتدي احشي بقى بيه الفسيخ معانا.
اهم حاجه يا جماعه الخياشيم، احشي الخياشيم كويس جدا، يعني الخياشيم احط فيها بزياده، التك احط فيها ملح والتك، احط فيها ملح والتك، طبعا كله بورق لوريا على الملح على الكركم والتك، لغايه ما احس ان الخياشيم خلاص من كتر ما حاطه فيها ملح مفتوحه. تمام، هفضل احط فيها كده بالشكل ده كده، اتكه واحط لغايه ما تلاقيني خلاص ما فيهاش اي مكان احط فيها تاني. اهو بالشكل ده كده شايفين، لازم تبقى الخياشيم مفتوحه بالشكل ده كده كده، انت حاطه كفايه قوي يعني. وبعدين هجيب بقى الملح كده بمسح بيه على السمكه من بره بالشكل ده كده، امسح على السمكتين من بره، مش لازم اكتر فيها ملح خالص، بس بملس عليها من بره بالشكل ده. وبعدين بحط عليها من بره زي ما انتم شايفين كده الملح عليها من بره. وبعدين عندي اكياس اللبن يا جماعه، طبعا كلنا عارفينها بنخزن فيها الخضار بتاعنا، هحطها فيها في قلب الكيس، كل سمكايه هحطها في كيس. دي طريقه من اللي انا بعملهم، وفي طريقه تانية بحط كل السمك مع بعض، يعني حسب ما انت عايزه هقول لكم بعد كده لما اجي اعملها تاني مره معاكم، هقول لكم الطريقه اللي بعمل بيها وهقول لكم الفرق بين الاتنين ايه، وانه احسن طريقه عجبتني، وايه الفرق هنا وايه العيوب هنا وايه المميزات هنا. انا بحط الملح هنا بعد ما حطيته في الكيس، بحط بقى ملح تاني عليه كده في زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام بالشكل ده كده، وهبتدي الف السمكه معايا عشان الفها واطلع منها الهواء. بلفها كويس جدا كده وبطلع الهواء منها بالشكل ده كده، تمام كده كل سمكة هتبقى لوحديها في كيس. طبعا انا هعمل كل الكمية هحطها في كيس كده وهملحه زي ما انا قلتلكوا في الاول، وهنجيك تاني. وده الشكل النهائي بعد ما ملحت كل السمك وحطيت شايفين قد ايه الملح في قلب الخياشيم، لازم يكون ملح كتير جدا، واحط عليه من بره كده بالشكل اللي شايفينه ده اهو. انا كده خلصت التمليح بتاعه، هبتدي احط كل سمكايه في كيس بالشكل ده كده. انا هنا بصوا انا حطيت استرتش فيل، الاسترتش اللي احنا بنلف بيه الجبن والحاجات دي كله، لفيت السمكايه بيها بالشكل ده كده. هلفها معاكم تاني برضو هوريها لكم، بس انا حبيت اوريكم بقى انا عملت ايه بعد ما حطيتها في الكيس. رحت هلفتها برضو بالاسترتش فيل ده، وهعمل كل السمك بالطريقه دي، يبقى كل سمكة لوحديها بالشكل ده كده عشان يبقى ده شكلها النهائي. انا برضو هلف معاكم دي اوريها لكم الاول، هحطها برضو في الكيس اهو، وهحط عليها باقي الملح، وهاخد كل الملح بقى اللي فاضل الحبه دول وهرشهم على السمكايه في قلب الكيس بالشكل ده كده. على فكره هنا مش مكتره الملح عشان تبقوا عارفين، حتى يعني مش هيطلع معايا مالح ولا حاجه، لا هنا انا بلف السمكيه تاني قدامكم اهو بالشكل ده كده. وهجيب برضو قدامكم الاسترتش اهو هلفها معاكم. كل سمكه انا عملتها بالطريقه دي يا جماعه عشان اطلع منها الهواء، بحطها في النص كده واجيب الاسترتش والفها كويس قوي عشان خاطر الهواء ما يخش ليش
وامنع اي هواء برضو تاني بالشكل اللي شايفينه ده. هاخد الجنب ده كده هلفه هتنيه وهتني برضو الجنب التاني كده عشان فيش هواء برضو يخش، وهديها كمان لفة بالشكل ده كده عشان مفيش هواء يخش لها خالص وتبقى محتفظة بالمية بتاعتها برضو. انا خلصتها خلاص اهو. كده معايا السمكة خلصت، وكل السمك انا عملته بالطريقة دي، شايفين ملفوفة حلو ازاي، ماسكة نفسها كويسة جدا. وده شكلها النهائي بالشكل ده كده. انا بقى عملت طبعا كل السمك زي ما انا قلت لكم، هجيبه قدامكم اهو كله لفيته بالشكل اللي انا وريتكم بيه اهو. دي الكميه كلها اللي انا عملتها معاكم. شايفين كل سمكه لوحديها ازاي. بس بعد كده هنجيب بقى كيس كبير وهحط فيه السمك كله مع بعضه بقى خلاص، مش هتفرق بقى ساعتها احطه مع بعضه، مفيش مشكلة خالص. احنا عندنا كل سمكة لوحديها اهو، هرصه بقى، هرصه كله جنب بعض. الاول هنا انا هحطها في كيسه لوحديها، كل سمكه برضه هحطها في كيسه تاني لوحديها، بعدين هحطهم كلهم مع بعض مفيش مشكله خالص. مادام كل سمكه لوحديها في كيسها خلاص مفيش مشكله اهو. انا معاكم بياخد اكياس كتير جدا بس عشان خاطر الهواء. يعني انا بعد ما خلصت السمكيه هحط كمان كل سمكيه في كيس خلاص بالشكل ده كده، وهرصهم كلهم جنب بعض برضو. اهو انا هعملهم كلهم كده، كل واحده في كيس بالشكل ده. ده الشكل النهائي بعد ما لفيت كل سمكيه في كيسها. ده الشكل النهائي لكل سمكية. هرص بقى السمك ده كله في كيس واحد خلاص مفيش مشكلة ان انا احطهم مع بعض. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، فهو المفروض الفسيخ معايا لو انا في الصيف يعني بياخد معايا من 13 ل 15 يوم، انا عن نفسي بسيبه 15 يوم بالظبط، بيطلع معايا حلو جدا. ده في الصيف، كان احنا حاليا دلوقتي في الشتاء تمام، فهسيبه حوالي 20 يوم، الجو بارد جدا طبعا تعرفين، فهسيبه حوالي 20 يوم، كل اسبوع هقلبه على جنب زي ما هو كده، زي ما انا ماسكاه في الكيس هقلب الكيس الناحيه التانية، الاسبوع اللي بعده هقلب الناحيه التالتة كده، بس مش هفتح عليه طبعا، هقلبه زي ما هو في الكيس. انا هحطه في كمان كيس اخير اهو، هربطه كده، منعت اي هوا يخشه خالص. ان شاء الله نفتحه مع بعض دينا كده، ان شاء الله لما يستوي كمان 20 يوم هنفتحه سوا مع بعض ونشوف شكله ايه برضو قدامكم. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى تشيروا اللايف وتعملوا له شير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة تدعموني، واتمنى يا رب يعجبكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.